يا اصحابي يا اهلي يا جيران، انا عايز اخدكم في حضاني. ازيك يا سيدي؟ الحمد لله يا فيجاني، انا خلاص اتعلمت الجيتار زي ما انت قلت لي. 100 100. منورنا ملك الاكورديون. هو فين؟ شاوري عليه عشان ابوسه. ايه ده؟ مالك يا صباح؟ عبيت يا اخويا، بس ولا يهمك، لسه محتفظه بوظيفتي اللي حصل بريمو بتاعت الفرقه. انا هاخد لكم حقكم من الذهبيه. هي مش بتحبني؟ هتجوزها، هتجوزها وهعاقبها وهعمل لها فرح زباله. يا اهل المنطقه، بكره فرحي على ذهبيه ورحمه امي. اللي هيهوب الفرح ده اللي هولع فيه، مش عايز معزيز. خلاص انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ ما انا عامل لك فرح بسم الله ما شاء الله زي الفل اهو. ده فرح اسود، ده انا عامله دعوات لجميع خلق اللي عشان يحضروا الفرح. ما انا لغيت الدعوات دي. لغيتها ليه؟ قلت لهم الفرح اتلغى، عايزاهم يجوا يشوفوني في الوضع الاسود اللي انا فيه ده. بحبك بحبك بحبك، عشان كده عملت لك فرح معفن عشان اعرف اخد حقي منك. حق ايه؟ كسر حقك. شريط الكاسيت اللي عملناه دوينتو انا وانتي. اللي عملناه دوينتو انا وانت مال؟ سافرت انا العراق، شلتي صوتي من هنا والشريط ضرب من هنا. انت كنت عايز صوتك يتحط جنب صوتي؟ ليه؟ صوتي وحش ولا ايه؟ صوتك وحش وبتنعر يا راجل، بتنعر. الغنى حاجة والحب حاجة تانية يا حبيبي. انا هقولك بقى انا اتجوزتك ليه. اتجوزتني ليه؟ زمان الفراعنة كانوا بيرموا عروسة في النيل، أنا حرميكي في النيل. آه. حشيلك كده. أيوه. وراح واخدك وظرفك في النيل كده. أيوه. ها؟ زي الفراعنة زمان، بس مش حرميكي في النيل العادي، في ترعة المريوطية، وأطلع جثتك من شبرمنت أشيلها أقدمها للفرعون الأكبر قربان. رمي الحبيب زي أكل الزبيب. ولا هيصة، يلا مزيكا. أي في الشيئية موسيقية ماسية بقيادتي معيمة ذهبية. تقدم لكم أولى فقرات هذا الحفل بمناسبة زفافها الرابع عشر، فلنتفضل. ده ذنب ناس بتخلصوا ناس، وكويس إنها جت بجواب. كويس انها جت في جواز.
ايه؟ رايح فين يا اخويا؟ مروح. ودخلتك على ذهبيه؟ ما انا دخلتها خلاص اهو. بجد يا راجل؟ يلا خدي بالك انت منها، دي مهما كان بقت مراتي، وخدي بالك لكون قلعه تجيلها لطشه هوا ولا حاجه. يلا بينا يا جماعه. وقف الذباب على الزجاجة ترررم، وقف الزجاجة ترررم على الزجاجة ترررم كويديها ألف ألف مبروك. ما هتضلك حتة دي مفاجأة بمناسبة زفافك على الذبابة. يا حبيبي أنا هيسة، أنت كلك واجب وحياة النعمة أنا عارف. إيه بقى هي المفاجأة؟ قلت لك مفاجأة ولا سيكا؟ نعم. جاهز يلا؟ كويو تمام. يلا يلا. اتفضل يا عيس. يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب يا حبايبي. إيه أنا المفاجأة؟ الله. ايه حديقة الورد البلدي دي؟ جايب لي خشتوكة ليلة دخلتها هيصة، والله انت بتفهم. يا فيجاني، جايبينا كوينا خشتوكة يجي دخيتك. ايه رأيك فيها يا ابن عمي؟ بس زي الفل وحياة النعمة. وبنت ايه دماغها؟ هربانة منها. حلاوتك دي هربانة من سجن القناطر. اشرب اشرب يا ابن عمي، بيت ومهز عضاك البشرية واعمل لنا لقمة، يلا. طيب بس ما تزقش. حلاوتك. بص بقى يا فيجاني، اهي مزه دي هتنسيكي مصيبه يا عملتها. يعني سيب حق سيكا؟ شقى عمري كله راح على الشريط هيصة، وفي الاخر شالت صوتي. انا صوتي وحش هيصة؟ انا صوتي وحش يا سيكا؟ ما تحيجناش بقى يا فيجاني، هو ده صوت اصلا. انت اتجوزتها يا فرجاني؟ هكون اتجوزتها ليه يعني هيصة؟ هي دي حد اتجوزها؟ عايز اضمن لقمه عيشي. اخوانا انا سافرت العراق واتغربت سنين وسنين واشتغلت، ما رجعتش معايا مليم ابيض واحد. حد يروح يشتغل في عياء بيضه؟ قلت عبال ما ارجع الشريط هيكون كسر الدنيا وفرقع والبوسكارات ماليه كل الشوارع والواحد يبقى له اسم وصيت. بعون الله انت احسن بتاع كورديون في مصر، خليك في شغلك وبكره هتكسب ذهب. غنى ايه؟ اشرب اشرب بكره تحيا. من شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. يا رب اشفي ذهبيه بنت ستونه يا رب. مالك اسطى؟ لا ده انا باخد نفس غويت شويه يا اختي. الشر بره وبعيد، حابس حابس، الله اكبر. حد يعمل عملتك السودا دي يوم صباحيتك وما دخلتيش اساسا؟ وانا لحقت، وانا لحقت يا بنت، لقيتك شامي ومنيمني على السرير وقبل ما البس قميص النوم، قبل ما البس قميص النوم خد الفستان وقال يا فجيه تقوليش شاف ارضاطة. انا ارضاطة؟ ما تفسريش، الله اكبر. انا مقبوضة، مقبوضة يا صباح. حاسة اني هموت قبل ما اشوف بنتي. ان شاء الله تلاقي بنتك وتدخلي على عريسك. ادخل، اهم حاجة ادخل. احلى كلمة قلتيها من يوم مع عميتي، يا اللي تتشكي، يا ريتك عميتي من زمان. اسطى فرجاني فين؟ فرقتي فين؟ انا عايزاهم كلهم يحضروا هنا قبل ما اموت. اتصلي بيهم الساعه 9 الصبح، هو مين اللي صحي لك؟ يا رزله بقول لك هموت، اتصلي بسرعه. عيني يا اسطى. وقولي لهم يجوا بالعده. ايوه يا صباح. مايك بتضحكي ايه؟ ضحكيني ايه؟ بتعيطي؟ طب بتعيطي ايه؟ عيطيني. انت مش عارف اذا كانت بتضحك ولا بتعيط. معلش يا فيجاني، ما مش خدي فيجاني معاك. يا خدي خدي فيجاني، مش مركزه خالص. الو. ايوه صباح. مالها دهبيه؟ تعبانه؟ قصدي تعبانه يعني؟ اه نجي لها حالا. حاضر. بالالات بالالات واللبس ليه يعني؟ حاضر حاضر، احنا جايين حالا. الوليه بدات تخرف يا رجاله. يلا سيكا هيصة. ايه يلا اقلع هدوم. ايه اقلع ايه؟ اقلع بس، دهبيه تعبانه. يا ساتر يا رب، تعبانه قوي. دهبيه بتموت يا رجاله. ايه؟ اه يا حبيبتي، الفن انتي والحب انتي. ايوه انا جايه اهو، جايه اهو. يا صباح مالها؟ مالها دهبيه؟ هي فين؟ تعبانه قوي يا اخويا، في اللحظات قبل الاخيره يا حبه عيني. كتفي كتفي يا ابني. ايه ده؟
عظيم برضو برضو ما جبتوش العدة. ما هي العدة خلاص شفتها. بس انت في الظروف اللي احنا فيها دي هي شرطة كده ما تجوش الا والعدة في ايديكم. هي فين دلوقتي؟ جوه مستنياكم. ده انا زنطوطة يا فجاي، ده انا زنطوطة يا اخويا. يا دهوبة سلامتك، الف سلام عليك يا حبيبتي. تسلم من كل راضي يا حبيبي. انا زعلانه منك يا دون. ليه بس؟ تدخلني اوضه النوم امبارح وتهرب مني يا فرجاني. كان عندي ظروف عليك. بس في حاجه سر عايزه اقولها لك. حاسه كده يا اخويا زي ما يكون داخل عليا ملك الموت. ما تشاوريش عليا، ما انت زي الفل يا ست الكل. فاكر يا فرجاني؟ فاكر اخر غنوه غنيتها لبنتي ليالي كانت بتحبها اسمها ايه؟ فاكر يا فرجاني؟ فاكر غنى ايه بس يا دهبية؟ خليكي في اللي انت فيه، ارتاح يا اختي شوية. سمعني الغنوة قبل ما اموت يا فرجاني، سمعني الغنوة. الاغنية كانت بتقول يا ست يا ابو زكي، زكي بيعيط، اكلته مهلبية، كلها وعملها عليا. يا ريتو ما كلها، يا ريتو ما كلها، قصدي شخ عليا يا ريتو ما شخ عليك. غيرت له هدومه وبرضه بيعيط ابن الهبله. يا عم اخويا يا عم. الواحد مننا تلاقيه وهو فوق الغرق خالص، وفجأة تلاقيه مستغرب، لأن مش ممكن يبقى لحيح الغرق خالص حاجة. كلنا البيت ضلم بعد رحيلك يا ست ذهبية، ضلم والله ضلم. بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ مين؟ انا هيصه صباح. هيصه؟ انت ايه اللي معادك هنا؟ انت قاعد هنا والعزه بره؟ انا فرجاني والولا سيكا، وكمان فرجاني وسيكا. يا نهار اسود، ده العزه قرب يخلص.
ايه ده؟ اوه ده عزة ذهبية. أم مين اللي واقف تحت ياخد العزة؟ في عبادي وابكري جنتي صدق الله العظيم. لا حقيقة يا استمك يا أول حقيقة أول حقيقة مش بيه قال خلق أصلا من الحقيقة بير اسمي تفضل. في الحقيقة يا جماعة أنا أول ما جيت من الحقيقة الجلاوة الحط لقيت المرحومة بالقبطة أرجو وانت من الأول حضرتك بتقول إيه؟ المرحومة أنا من جيت من الخال أنا بالنسبة لها أنا مش بخال خالص بتعدت أنا من أول جيت من الأوضة أول جيت هي ظبطت كده يا بيه طلع لسانك واخبطه كده جايز في حاجة؟ إيه؟ طلع لسانك واخبطه مش فاهمين بقال المحامي بتاع المرحومة أول ما تجيت من الأوضة جيب يا أول جيب حضرتك من الكهرب في حاجة ملمس أرض يعني؟ لا أبدا يا بيه أنا فهمت محامي بس أيوه هل انت بقى محامي مصري ولا هندي ولا ايه؟ لا حضرتك مش واخد بالك انا المحامي بتاع المرحومة الست الذهبية والحقيقة انا مضطر ان انا اقول لكم يعني ان انا جاي اقفل على كل ممتلكاتها لغاية ما الورثة الشرعيين يستلموها ده حسب كلام المرحومة الورثة الشرعيين؟ ما انا جوزها انا الورثة الشرعيين حضرتك جوزها؟ ايوة طب ليه ما قتلها هي اللي ما قالتش الوالي؟ ايه ليه حضرتك انت اتجوزتها خالص ما قلت ما بتقولش هي لا حضرتك خالص يا راجل ماشي مين فيكم صباح يكون سيكا ما ايه انا يا اخويا بص يا صباح انت هتقعدي في الشقه لغايه ما تظهر ليالي بنت المرحومه ذهبيه ده حسب كلام المرحومه طب مش لما نفتح الوصيه قوي للاسف يا جماعه الوصيه دي مش هتتفتح الا في وجود ليالي بنت ذهبيه ايه بتقول يا استاذ وزه افهم من كده ان الوصيه مش هتتفتح يعني ايه؟ أنا مش فاهم حاجة خالص بقى في حياتك توكل على الله توكل على الله مفيش عزة يعني ايه؟ البت تايه بقى لها 20 سنة هنجيبها منين؟ ايه ده حضرتك إن شاء الله هي هتظهر بإذن الله وحملناكم عشان تحضروا فتح الوصية بس دلوقتي حضراتكم ممكن يعني يعني ايه مش فاهم؟ صباح نعم يا أخوي أوضة ليالي المقفولة محدش يقرب منها محدش يفتحها إلا في وجودها ده حسب كلام المرحومة وإلا قسما عظما أنا مضطر تلاقيه لأن من أي حد المسار إحنا بس بقى الوصية دي من أطلع بشأنه بس بقى الله يلعن أبو الوصية كرهتنا في الوصية أفهم من كده إن إحنا إيه مطرودين من الشقة لا إن شاء الله هنخرج مع بعض بإذن الله أيوة يعني مطرودين يعني بإذن الله أهو أهو لا في إيه يا جماعة أهو مش مطرودين لا أنا أقعد بلسانك المعوج يا جماعة بقولك إيه أنا شكلي كده خدت خازوق مغري رضينا بالهم والهم مش راضي بينا يا عم ولا خازوق ولا حاجة أنا قلبي حس كده إن الست ذهبية سابنا يجي مليون اتنين يسمع من بقك يا هيصة يا عم هيصة ما احنا مش هنعرف ناخد منهم حاجة ايه يا ما تزعي بنتها لو احنا رجالة بجد نقلب على البيت دي الدنيا لغاية ما نلاقيها يا عم في جاني احنا معنا فلوس أصيل نعدي بيها الشايع الموضوع ده عايز مصايف عندك حق يا سيكا احنا نجيب واحد يصرف علينا لغايه ما نلاقي ليالي ويقسمنا في الميراث ومين يا عبيط يا هيوافق على كده يا ترى انت فين يا ليالي يا ترى انت فين يا عبيط Never know how much I love you Never know how much I care When you put your arms around me I get a fever that's so hard to bear You get me fever When you kiss me Fever when you hold me tight Fever In the morning Fever all through the night Sun lights up the daytime Moon lights up the night
And you know I'm gonna treat you right. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Now if you listen to my story, here's a bond that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them, fever if you live you learn. Fever till you sizzle, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. انت واقف كده ليه؟ ايه واقف عادي يعني، عايزاني اعمل ايه؟ مدد؟ كله كله زي ما 10,000. طب استنوا لما تروح يبقوا عد. ايه ما شبعتوش فلوس ولا ايه؟ بص يا حبيبي ما تعملش فيها تقيل، ده انت ديب فلوس اصلا. قصدك ايه يعني؟ كل اللي بتعمله ده بالبادي جارد بتاعك ده انا عملته وانا لسه عيل صغير. لم نفسك يا رمزي. ده كينج. خليك مكانك يا صقر. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ بس ليالي جايه. برضه اتعشيته من غيري؟ لا دي حاجه خفيفه يا لولي. خفيفه؟ هم بطلوا اكل من ساعه ما قعدوا. انا هو مروح قبل ما اصابت بوس. خديني معاك قبل ما انفجر. لا وانت قنبله. ما تاخريش يا لولي. اوكي حصل. ليه كده يا رمزي؟ ليه احرقتهم؟ يا بنتي فوقي بقى، 100 مرة اقولك الناس دي تستغلك. رمزي لو سمحت، ما تنساش ان هم اللي ربوني. ممكن اسألك سؤال؟ انت حيلتك ايه؟ معاكي كام؟ ارجوك يا رمزي، غير الموضوع. تليفون يا كينج. مين؟ موضوع حياة وموت. ايه باشا؟ ها؟ طب انا جايلك حالا. طيب. سوري بيبي، لازم امشي حالا. اوكي. فيجاني انت جايبنا فين؟ عند المعلم قورة. المعلم قورة ده بلطجي كبير وقديم، وده اللي هيقلب مصر كلها عشان يجيب لنا ليالي. ايوه عليك يا فيجاني. معلم قورة، معلم قورة يا معلم. مين؟ انا اللي ياما انقذتني في الخناقات بتاعه الافراح مع الست دهبيه. انا فرجاني. ده زمان. ده زمان قوي. عم فرجاني هو ده اللي هيجيب لي ليالي؟ هو ما بيقوم من النوم بيبان انه كبير في السن. تحت امرك. لا هي كانت مصلحه يعني يا معلم قوره، ليك فيها قرشين. بنت تايه بقى لها 20 سنه كنا عايزينك تجيبها لنا يعني، بس واضح ان مفيش نصيب خلاص. يلا ما انت جيت لي متاخر يا فرجاني. اقول لك طلبك موجود. ابوس ايدك. دينا ابوس ايدك. دلنا يا عم الشباب والرياضه. يلا خد ايدي بس. ايه هتودينا على فين؟ تعالى بس معايا. ايدك ايه؟ اسند بكتيريا. اصحى يا بكتيريا. بدل اجيب ليالي؟ قول يا رب. معلم قورة واضح ان بكتيريا تعبان، هنبقى نعدي عليك وقت تاني. اصحى يا عم يا تعفن من كتر النوم. تحب ننقله المستشفى؟ لا ده مجرد شوية تسلخات. ده جن الوقت يصحى يبقى كويس. ما تقوم يا قاد. في ايه؟ في ايه؟ المصلحة هتروح يخرب بيتك. يعني هو لما يصحى المصلحة تنقضي؟ خليه نايم يا عم. مصلحتي ايه؟ مصلحتي ايه؟ فرجاني هيفهمك كل حاجة. بقولها يا عم قورة احنا نيجي وقت تاني بقى. لا يا باشا، لا يا باشا انا جاي معاكم في المصلحه. واحنا متشكرين او لغينا المصلحه. وانا بقول جاي معاكم في المصلحه. يا عم اتفضل، احنا قلنا حاجه؟
جميل بيفكر في ايه؟ عادي بشم شوية هوا واستمتع بالمنظر الجميل ده. بص يا ليل، لو عاوزة تسافري برا مصر تستجمي. اسافر يا انكل؟ ما انا طول عمري مسافرة، ده انا ما صدقت جيت هنا. اسمعيني يا ليل، اسمعيني، لو اهلك دول بيفكروا فيكي زي ما انتي بتفكري فيهم كانوا دوروا عليكي من زمان ولقوكي. دوروا عليا فين بس وانا اصلا طول عمري عايشة برا مصر؟ وماله، اهو دلوقتي انت موجوده في شرم، يعني في مصر. انا جعت، والواد رمزي عامل لنا مسمكه جامده قوي قوي قوي، استريحي لك كده حبتين مع نفسك وحصلي. تشاو. يا عم في ايه؟ توك توك وخوذه، انت رايح تحفر في مترو الانفاق؟ وانت مالك انت؟ ده لبس الشغل. فين العنوان بتاع الراجل اللي كان متجوز دهبية؟ اتفضل يا استاذ هايش. هارش، اوعى كده. اركب يلا، اركب بسرعه انت. اهو حد قايل له ان احنا رايحين ننزع مجاري. يا عم الامور احنا رايحين ندور على واحده. لا ومش من اولها. لوكلوك لوكلوك. وبالنسبه لللبس، اللبس ده انا قتلت بيه قبل كده وسرقت بيه قبل كده. اركبوا وانتوا ساكتين. ماشي، معاك البودره اهي، خليها تاكلك بس واحنا هنورش لك بما يرضي الله. استعنا على الشقه بالله. هو ده البيت، هو ده البيت اللي كان ساكن فيه جوزها يا رجاله. انا مش عارف ايه الشيخ فيك انت وتكتوكك ده. خليك ورا الجربان لغايه باب الدار. اياهن اياهن ان احنا هنتحبس على ايده. انت تكتم وانت تغرس وانت تسكت خالص. بقول لكم ايه، عايزكم تقلبوا البيت ده لحد ما تلاقوا اي خيط، اي خيط يدلنا. خيط ايه؟ احنا جايبين معانا مجرم ولا منجد؟ وبيت ايه يتقلب؟ يعني هو كده مش مقيوب؟ ولا دور انت ساكت ولا؟ انت يا عم فندام هندور على ايه؟ هو شغل مجانين ولا ايه؟ وبعدين بقى خلاص بس. حاضر يا باشمهندس، هندور معاك. اتفضل. يلا يا اخويا دور انت اهو. دور. ايوه انت دور هنا وانت دور هنا وانت دور هنا. بس. ايوه دور عندك كده. ما تسيبش اي حاجة. اي حاجه تدلنا. انا بقول اهو انت بتدور ليه وانت عرفان؟ انا مش عرفان يا عم، بندور اهو. ايه صعاد اف 16 7 7 7 5 بس لقيتها. ايه انت نمر التليفون؟ ايوه ما ده اول الخيط حبيبي. تصدق يا انت فعلا ابن المعلم قوره؟ تعالى تستاهل هرش حلو. لا ما عملتش حاجه يا جدعان، تكلموا نفسيكم. مش شغالين نمر كده. الله ربنا يكرمك، اهرش لك نار في حياتك بعيالك. مش ست سعاد اف 16 المعدله؟ مالك مالك عيطت ليه يا فيزه؟ مش مصدقه نفسي، اربع رجاله ومره واحده واحجام مختلفه. احجام مختلفه ايه؟ انت بتكلمي ازايز حاجه ساقعه. يا ست سعاد احنا جايين في مهمه محدده ما لهاش علاقه بعددنا اصلا. والله ما بتفرق معانا الاعداد، انا جاهزه والاوضه رشاها بارفان. لا انت فاهمانا غلط يا ماما. ماما ده ايه يا اخوي؟ انت هتقلب عليا المواجع؟ سيبونا سايكر هنا يا عيني. ها صبت المسدس. بطل نعناها بدل ما فركت لك دماغ. ها تعرفي صاحبه الصوره دي؟ مالها يا اخوي؟ دي بنت الست ذهبيه اللي انت كنت متجوزه جوزها في القرن الماضي. بنت ذهبية المطربة؟ أيوة. البنت التايهة دي؟ أيوة البنت التايهة دي. احنا بقى عايزينك تجيبي لنا التايهة دي. والله انا كل اللي عرفه والسمعته ان في واحدة متبنية. أيوة مين بقى الواحدة دي؟ ريم هانم بتاعت الزمالك. أيوة ريم هانم بتاعت الزمالك. عارفة بقى طريقها فين يا تسعة؟ أيوة عارفة يا باشا، هجيب لك العنوان من جوه.
انا بقى فرصتي بقى المصلحه دي قضيت. مصلحتي ايه بجد؟ احييك على فرصتك المعفنه يا معفن. الله يعزك. ومن عندي بقى هرشه جماعيه كده يا جدعان. والان نستمع الى المطربه الشعبيه سمر في اغنيه الحنطور. تلوث البيرة تلوث البيرة ما زال فل. معقول يا جدعان بقى بعد الدوخة دي كلها تطلع الولاية ريم دي في شرم الشيخ؟ أنا عندي فكرة يا جدعان. إحنا نروح كلنا كده بيابطة المعايم شرم الشيخ. بقولك يا شخص، انت متاكد ان التوك توك ده هيروح شرم الشيخ؟ يا جدعان هناخد المشوار ده من 15 مايو على طول. 15 مايو ايه؟ ده التوك توك ده كبير 3 مايو ويبوظ. يا جدعان ما نستهدى بالله كده ونقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه؟ احنا لازم نقرا القران كله.
اللي جاب اللي ما يتسمى ده. هاي يا جماعه ازيكم؟ هاي رمزي، ايه الاخبار؟ ايه اللي ورا ظهرك ده؟ دي مفاجاه يا ست، غمضي عينك. ايه بقى؟ غمضي يا ست عينيكي عشان اليوم المهبي بدا يعدي. حاضر اهو، غمض وريني. بص يا ستي، بصي. الله صورتي. بص يا انكل، مش دي صورتي؟ بمناسبة ايه الخبر ده؟ دي مسابقة عالمية للغنى، مجرد الاشتراك فيها بس مكسب كبير قوي لينا. بقول لك ايه؟ مش دي سمر؟ هي معانا في المسابقة؟ دفعت قرشين، بس انت حاجة تانية خالص. ما قلتليش يعني أي حاجة عن الموضوع ده قبل كده. ما قلتلك مفاجأة. طبعاً إذنكم، أنا مفاجآتك دي مش عجباني، هراجع لكم تاني. رمزي، هنتقابل أنا وأنت وندرس الموضوع ده. I promise تكوني أجمد وأجمل مغنية عربية بتغني إنجلش. أنا مش عارفة كنت هعمل إيه من غيرك يا رمز، ربنا يخليك ليا. استغفر الله العظيم يا رب. يا باشمهندس، يظهر الباور قطع. باور؟ بكتية بكتية، هو الكتكوت ده يسف الضمان ويا خيس. كتكوت يا جماعة، وصفهولي ده شكله إيه التكتك ده؟ أنا أقول لك يا بحر، الراجل اللي اخترع الكتكوت ده ما كانش قصده، ده كان قصده اخترع موتوسيكل وكبر منه غصب عنه. بص يا صباح، انا هشرح لك. عارفه عربيات النقل اللي معديه دي بتركن كده على جنب عشان تعمل بيبي؟ التوكتوك ده هو البيبي بتاع عربيات النقل. وبعدين بقى في لطافه الصحراء دي بقى يعني احنا راكبين البيبي. الله يفتح عليكي، راكبين البيبي. بكتيريا بكتيريا، انت يا ابني بكتيريا. ايه يا عمي في ايه؟ كل دي بودره بتصحي فطيره. تاني ليل يدخل علينا ولسه 500 كيلو على شرم الشيخ. يا عم بريح، والطخ طخ بريح، ما يقدرش ياخد المشوار دايرك. بقول لك ايه يا بيك بيك، بما ان يا اخويا يعني العشه طولت ما بيننا، انت كنت تقصد ايه لما اشتريت التوك توك ده؟ تقصد ايه؟ اللي مش عاجبه، اللي مش عاجبه التوك توك ده ياخد توك توك تاني. شفت بقى مين اللي بيستظرف فينا؟ يا عم في ايه؟ انت بتزلنا ليه يا اخي؟ الله يلعن ابو توك توكك على ابو التكاتك اللي في الدنيا كلها. لا لا لا، بقول لك ايه، اوعى تطول لسانك. لا بطول. طب خلاص. من الاخر بقى، بربطة المعلم اول سوبر جيت وتركبه فيه. لا يا اخويا، يلا طيب بقى، صلي على النبي يا اسطى، صلي على النبي يا اسطى، اصبروا ظروفه. الله اكبر عليك، اصل ده توك توك. يلا يا عم توك توك مش عباره. اطلع بقى، مشينا من هنا. توكلنا على الله. ما انت لازم تتصرف لي يا رمزي. يا بنت، ما انا لغيتك، دي مسابقه فولكلور شعبي. كل ما اكلمه يقول لي فولكلور شعبي فولكلور شعبي. طب انا عايز افهم هي هتكون اشعب مني في ايه؟ بقول لك ايه، لخصي ما تحوريش، هي اصلا بره المسابقه وانت دخلتي جوه المسابقه، فهمتي؟ يا رمزي، طب ما هي بره المسابقه وانا اللي جوه المسابقه، انت بقى دخلتها لي المسابقه ليه؟ ولا هو ادخله وخلاص؟ خلاص يا فنانه بقى، ده شغلنا واحنا عارفينه. بقول لك ايه، امي على الموضوع. لا امير ولا مش امير، انا هاخد بعضي وامشي من هنا احسن، بس يكون في علمك انا جوه المسابقه. انا عدى يا بابا. ها عدى. مع السلامه يا مدام عدى. شيل الأطفال ده ولا إيه؟ أنا إخوانا شربت هوا ينفخ عجل عربيتين نقل بالستيبن بتاعها، وأنا جميع الاتجاهات اللي فيا باظت، عايز أظبط زوايا. إحنا يا جماعة دلوقتي عشان نمشي على نور، هنقسم نفسنا مجموعتين، مجموعة للمطاعم والبارات ومجموعة للفنادق والشواطئ. خلينا للشواطئ يا ابن عمي. ليه؟ أنا بفهم في المايوهات. يلا كل واحد فيكم يتنيل يروح يشوف حتة ياخد فيها شاور. وكل واحد لوحده ليه؟ هو احنا مش هنتغدى مع بعض؟ شاور يا أخي، يستحمى يعني. واللي يوصل لحاجة، أنتوا عارفين مكاني. فين؟ هنا.
مستشفى أمه اليابانيين. عينها في جاني. انا عبيط وحمار ومغفل. حد يمشي ورا واحد اسمه بكتيريا الجربان المعفن؟ لا بودره نافعه ولا مرهم نافع. نمشي وراك بايه؟ بانتبيوتك؟ الله الله الله، ما من اولها غلط عم فرجاني. بندور على واحده والصوره اللي في ايدك عندها 6 سنين، وهي دلوقتي زمانها بقى عندها كبيره دلوقتي. يبقى مين العبيط اللي فينا، انت ولا انا؟ يعني ايه مش فاهم؟ انت العبيط. انا العبيط؟ ايوه عبيط. يعني ايه؟ انا مخنوق من الرحله دي، خلي بالك عم فرجاني ومش عايز اتكلم. وانا بكفي احترم نفسك وشوف مين بيهزقك. يا فرجاني سمعني. سمعني يا اخويا. عايز تسمع؟ طب خد. لا يا علي يا فرجاني. اكيد هي. لا يا جماعه، ما يمكن تشابه في الاسماء، وممكن تكون هي ما تبقاش رزل يا راجل. طب ما تيجي نخش جوه نتاكد اذا كانت هي ولا لا. يلا كمان جالوب. يلا دي سفينه فضاء يا فرجاني. باين. اهلا وسهلا. لو سمحت حضرتك، احنا جايين نسال على الست ليالي. ايوه بس دي بتغني بالليل ولسه بدري. ايوه عشان يعني لا مؤاخذه اسمها ليالي تغني بالليل. ما احنا عندنا رقاصه اسمها صباح ترقص الصبح. دي بترقص كل 5 دقايق. حصل. وبعدين احنا مش هنتحيف من هنا بعد اذنك. المكان مكانكم. اوضه الترابيزه. زي ما تحب حضرتك. ترابيزه 2 اللي انت عايزه. احنا هنفضل كده تايهين وتعبانين وعطشانين. انت فين يا فرجاني؟ يا ترى انت فين يا دي يا سيكا؟ لو سمحت يا استاذ، ممكن سؤال؟ امرك. هي ست يا ياي قصده ليالي يعني. منين بالظبط؟ مش عارف والله. طب يا سيدي كتر خيرك. لا يعني هو يقصد يعني مثلا سيادتك تعرف امها ابوها حاجه كده يعني؟ طبعا عارف سامي بيه وريم هاني. بس هو ده اللي احنا عاوزينه. يا عيال احنا باين علينا سكسسفول. ايه؟ يعني نجحنا. عارف. تليفون مين؟ هيصه. قول ايوه يا هيصه. ما تطويش يا فيجي. تقولش ايه؟ هو اللي متصل. الو يا هيصه، انت فين يا علي؟ قول له ايه اللي وداك غريبه؟ احنا في عجيبه. قول له انت فين. هو في غريبه. احنا في عجيبه هنا. تايه ولا ايه؟ بص، عارف المدرسه؟ خش من ورا المدرسه. في شارع كبير ورا المدرسه. باين عليه تايه. ورا المدرسة في مدق حديد صغير كده، خش فيه. هو تايه ولا ايه؟ ايه اللي وداك هناك؟ تايه هو. انت ما انت كده بتتلخبط. ايوه تايه. يا عم انت، احنا يمين فين؟ حاسب يا ست حاسب. يمين كده. طب ماشي. اليوم اللي اسود ده. ايوه بص، ايوه هو مكان عامل شبه السفينة كده. ديكسو. هو ديكسو تك. خش فيه. ايوه في ترابيزه هتلاقي عليها 30 ازازه بيره احنا مستخبيين وراها. فين بالظبط يا عم انا تاني؟ ايه اللي وداك عند الوقت؟ ايه يخرب وحشني يا هات كراسي يا ابني. سيكا سبوحه حبيبي. وحشني يا سيكا. خلي بالك عشان بس. وحشني يا سيكا. يا الله بس يا الله. انت جاي من بعثه؟ اسكت بس. ممكن بليز مفتيح عربيتك؟ ليه؟ عندي مشوار صغير وهرجع على طول. مش هتسمعني الليله؟ اي بروميس هكون عندك قبل ما تغني. ما تاخرش. انا اوكي. يلا مفاتيح العربيه. اه.
انا بقالي سنتين بسمعك، ايه اللي حصل يعني؟ كلالي. انا معرفش حد منهم ولا اعرف حد بيشرب بيرة بالكم ده. ادوني الصوره دي وقالوا لي صورتك وانت صغيره. بيكسب على طول ليه؟ الله يرضى عليك يا ذهبية. وحضرتك بقى عارفة انك حلوة قوي؟ هي ايه؟ مش هتقولوا بقى انتوا مين؟ وعاوزين مني ايه؟ انا فرجاني زوج السيدة امك. انت جوز ماما؟ للأسف، قصدي الحمد لله يعني. انا سيكا جيتاريستي فيا. انا مش مصدقة نفسي. وانا هيثم إيقاعيست الفرقة. وانا توكتاكوست الفرقة. امال هي فين؟ عم نقول لها يا حاجة. أكيد تعبانة ما قدرتش تيجي معاكم. في الحقائق السيدة أمك تلاقيها كبرت قوي. أيوة الست الذهبية ماتت. ماتت؟ أيوة بس كلينجية ما فيهاش حاجة. لسه قافلة تليفونها يا صار. لسه كينج. تفتكر مين الناس اللي جم خدوها اصلا؟ المعلومات اللي قدرت لما يا كينج انهم اهلها بتوع ايجيبت القاهره يعني. بقيت جامد انت يا صار في الانجليش. ايه بقى كينج؟ ده انا كل فلوسي رايحه على الانجليزي. الموضوع شكله كبر علينا. ما كبرش علينا يا كينج. لا انا اسمي بكتيريا فيروس. ايه يا عم اكل يا امياض. الله يرحمك انا نفسها تشوف دخلتك عليها وانت داخل الحاره. خلاص يا جماعه بقى ما تقلبوش عليها المواجع، سيبوها تتبسط بالنجيه دي. كانت كل يوم الصبح تمسك صورتي في البوستر، ولما كانتش تبصها كنت انا ببص. بعد اذن الفلوس صلاه اعمل لك احتفاله كده شعبيه بعد اذنك. القمر وصل، القمر وصل. جميل وصل. تيت يا بطيت يا عم تيت يا تيت تيت قولوا تيت. ولا 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 ولا
شفتش بشياكتها ما طلع لامها رقيتها وسهلا. اتفضلي. اهلا اهلا، نورت بيتك يا عينيا. ياه، الشقه ما اتغيرتش من 20 سنة. هي طول عمرها كده، اوضتين وصاله. اوضتك اهي ما اتفتحتش من ساعتها. المفتاح معي محامي. محامي مين؟ بكتيريا فور لي القفل ده. ده انا فوره بقلبي. بصت بره قبل كده. يا جماعه انا بقول بقى يلا بينا نسيب ليالي الشقه عشان لو حابه تستريح يعني. لا يا فرجاني، ما حدش فيكم هيتحرك من البيت. ربنا يكرمك. انتوا هتفضلوا قاعدين معايا زي ما كنتوا عايشين مع ماما ذهبيه بالظبط. عين العقل والله، عين العقل. عقل مين؟ معقوله قمر زيك عيش معانا الزباله زينا؟ اتكيم عن نفسك يا هيثم. يلا صباح جرده، لم ميه بقى كده وظبطي الدنيا وشيلي النعكبوت اللي على الحيطان ده. عيني. لا مش لازم يا فرجاني، انا حنام فيها زي ما هي كده. يا جماعه دي احاسيس طفوله لازم تعيشها بنفسها. عندك حق يا بكتيريا، انت بتفهم في المشاعر قوي. ربنا يكبر بخاطرك. دلوقتي أنا هفرجك على مجموعة من الفساتين هتنفعك جدا في مرحلتك الشعبية المقبلة. الفستان الأول يتفضل. واو، منى حواجب نموذج للفتاة المتشقلطة قمة السفالة، موطنها الأصلي جامعة الدول العربية وشارع شهاب.
والكيس اللي شايلاه ده فيه غياراتها الداخليه. طب وانا هلبس كده؟ لا اعوذ بالله، انا مش هنلبسك كده خالص. نجوى معكيش حماله سنتين زياده؟ يلا يا قاصره من هنا. يلا يا بنت امشي. الفستان اللي بعده. دي الست ام ربيع بتاعت الشاي. الشاي. دي رمز الكفاح والرجوله. بتجري على 7 عيال. حرام مسكينه. بس ما بتعرفش تجري قوي يعني. مش دي صباح؟ ايوه يا ستي هي. الفستان ده مش عاجبني. فستان مش مفهوم. نادية أبولو. نظرة مدرسة مرفوضة. شافوها وهي بترقص العيال في الفصل فرفدوها على طول وتحولت إلى نجمة للرأس الجنوبي. ليه هو في رأس جنوبي يا فرجاني؟ مش في رأس شرقي؟ يبقى في رأس جنوبي. أنا آسف على الديفيليه السافل اللي أنا عملته لك ده، بس انتي انسي الناس الزباله دول كلهم. شوفي يا ليالي، انتي هتلبسي الفستان ده. مفيش هنتصرف احنا. هو التعبان قد ايه يا اختي؟ صغير. ايوه صغير. شكله ايه يعني؟ شكله رمادي وله شنب. انا شاكك كنه فار. فار ولا تعبان، اختاري. ايوه فار. فار الحقوني. ايه بيت الزواحف اللي احنا عايشين فيه ده؟ بس بس ما تتهورش يا فرجاني. ايه فرجاني؟ فرجاني. فين الفار ده؟ في القير. فين الفار ده؟ تحت السرير يا فرجاني. بس يبقى امه داعي عليه. ده انا حماخته. اقفل النور عشان افهمه. ماشي. بس ايه رايك بقى؟ موت لك 3 فران وعرسك. حضرتك دوالي بنت مهلبية؟ ليالي بنت مهلبية الذهبية؟ الله يرحمها. الله يرحمها. لا مؤاخذة معلش يا سلام. أول ما أخلص. أيوه بس لا مؤاخذة يعني أعرف إنك أنت ليالي إزاي يعني؟ من الصورة عم كتكوت. أيوه بس الصورة اللي عندنا دي صورتها وهي صغيرة. يعني نعميك إيه عشان تصدق؟ نكبيك الصوية؟ أنا بصراحة كده مفيش غير إن حضرتك يعني تقلع هدومك. أقلع إيه؟ أما أنت قليل أدب صحيح. صدق انا هطعلك لسانك. ملوش لازمه عندك. لا 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 بس سيبوا الراجل يشوف شغله. اتفضل يا استاذ. بصراحه انت من الناس اللي والله الله يخليك يا جماعه. انا المفروض ان انا اشوف ظهرها عشان الله يرحمها الست الذهبيه والدتها قالت لي على علامه في ظهرها. انا لازم اشوفها علشان اتاكد اذا كانت هي دي ليالي ولا لا عشان نقدر نفتح الوصيه. اتفضل معايا. هشوف العلامه. أنا آسف، دي مسؤولية حضرتك. في ناس هتلاقيهم بي 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 ها؟ لكن في ناس تانية بي أنا بقى بالعكس حقك، بس صدقني
انا ليالي بنت ذهبيه. انا موافق والله انك ليالي بنت ذهبيه، بس دي وصيه ما ينفعش اخالف اي بند فيها. اوكي هتعمل ايه؟ هوريك العلامه على طول كده، مش لازم الاول نبقى ترى ايه يا استاذ في ايه؟ مفيش حاجه، مفيش حاجه، العلامه احنا جايين عشان العلامه. ها اوكي اتفضل. كل ده بيشوف ظهرها، هو ظهرها ده عرضه قد ايه؟ العلامه ايه؟ هي ليالي بنت ذهبيه، هنفتح الوصيه. صدق كان نفسي اشوف العلامه. يا ريت يا ريت الادب. الست ذهبيه الله يرحمها كان عندها بعض الاملاك تم كسرها بالحامل. نعم يا فندم. تم حصرها بالكامل، بس اهم حاجه يا جماعه لازم نصفي ديونها الاول. ديونها؟ الست ذهبيه كان عندها ديون لبعض المتعهدين غير بعض العربين لافراح وجبه التنفيذ، بس ما تنفذتش، عشان كده كل املاكها محجوز عليها في البنوك حتى سداد هذه الديون. يعني ايه؟ ذهبيه طلع معهاش فلوس؟ ده انا قتلها. لو سمحت يا فرجاني ما تجيب سيره ماما ذهبيه كده، اللي ليه حاجه هياخدها على دير مليم. وانا افدي ماما بعينيا يا كشبيع التوك توك. يا جماعه يا جماعه مش كل واحد ليه ده. وانتوا انت بتقول ايه؟ لازم نقرا الوصيه يا اخي. اقراها. الله كنت لازم نبقى كل اوصي بكل املاكي الى بنتي الغاليه ليالي، كما اوصي بالحفاظ على فرقتي الموسيقيه وتكمله مشواري الفني. بس نفهم من كده ايه يعني؟ نفهم ان الست ذهبيه محتاجه اللي يقف جنبها. ايه الفايده؟ نقف جنبها فين يا صباح؟ انا كنت فاكره ان انتوا كنتوا بتحبوها. ولسه بنحبها وهنفضل نحبها، بس هنعمل ايه؟ كل حاجه لازم ترجع زي ما كانت، وكل الديون لازم تتسدد، والفرقه هترجع تشتغل من تاني. لو عايزين تحطوا ايديكم في ايديا، ايدي اهي. وانا اول ايدي يا ضيفه. وانا ايدي اهي. وانا معاكم هنا يا صباح. وانا ايدي اهي لو تنفعكم. مهما حصل دي كانت برضه مراتي في يوم من الايام، ولكني لم ادخل بها. يا عم خلص بقى، دينا خدلت. انا معاك. تليفوني يا هانم. ليالي اخيرا اتصلت. انكل سامي انا كنت عايزك في موضوع كده. اصل بصراحه انا محتاجه فلوس ضروري. ايه فلوس ايه يا ليالي؟ اصل ماما عليها ديون ولازم اسددها. احنا صرفنا دم قلبنا عليك 20 سنه اكل وشرب ولبس، ولا انت مش واخده بالك؟ بس انا محتاجه فلوس، ودي فلوسي يعني حقي. ده انا بقالي 10 سنين بشتغل وما خدتش حاجه، وكنت فاهمه اني بحوش معاكم. بتحوشي مع مين يا ماما؟ انسي موضوع الفلوس ده، ولا انت هتورثينا بالحياه. وبعدين هنفضل حاطين خدنا على ايدينا كده؟ خدعوني 20 سنه يا اختي. ما تبيعي شويه الاراضي والبيوت بتوع الست الذهبيه وسددي بيهم البنك. مش هيقضوا يا صباح، ما احنا حسبناها. امال ايه يا عمي؟ يعني نسيب الست ذهبيه تتحبس؟ بس يا سيك اخويا خلينا نفكر، خلينا نفكر. كابتن معفن حبيبي، انت مش ملاحظ انك بقيت مننا فينا عافيه كده واحنا مش طايقينك اساسا؟ فنه عامر يابا. مفيش غير ان احنا نشتغل 24 ساعه. انا هغني مكان ماما. تغني ايه بس؟ ذهبيه حاجه وانت حاجه تانية خالص. مش مهم، هغني شعبي واعمل افراح اللي ماما خدت عربنا. مش هينفع، لازم تتغيري. انا هعمل اي حاجه عشان اسد ديونها يا فرجاني. من النهارده اعتبروني واحده من الفرقه. هتتعبي. اتعب. هتغيري يبسك. اغير. هتمسكي صاجات وتشتغلي هشك هشك. اتهشك واتعلم. هتغني لبتوع المانجو، ممكن حد يغزك. طالما انت معايا هتحميني يا بكتورتي. ولا قرار فرجاني رقم 1100 تعين ليالي بنت ذهبيه مطربه وراقصه شعبيه رفعت الجلسيه. عم فرجاني خليتها لك 10 على 10. بص للسمانات، بص بسم الله ما شاء الله.
اخر حلاوه. مرحبا بيكي في اولى حصص الرقص الشرقي في شقة الذهبيه. شوفي بقى الرقص الشرقي مدارس ومناهج، اي حد ممكن يرقص، اهم حاجه الاحساس بالرقص. حتى الرقص الشعبي فيه احساس. تمايع هز وس. هو ده، انا مش عايز منك غير المياعه وهز الوس. ما تقول لها هلا. ده مركز الاحساس. دم الدم التك التك الدم الدم التك التك الدم الدم عالطبلة يلا يلا والريق عالطبلة أيوة والريق ورقصي ورقصي دق يا مزيكا سيكا سيكا رقصي عالسيكا سيكا سيكا دق يا مزيكا رقصي عالسيكا ارقصي وظبطينا بصي ارقصي عالتكة وارقصي عالدم وكمان عالطبلة رقصها يا عم ايوه لا 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 ركزي على اليمين شوية اليمين ضعيف عندي ترابتة تاتي ترابتة يا بيت تاتو ترابتة تاتا 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 تو ترابتة لهوقة لهوقة تاتا الدلع يا لولا عايزك تعمل هيصة ارقصي مع هيصة عايزك تعملي هيصة قلدي الواد هيصة وسنجفونا يلا طب هزة يمين كده اهو على هزة شمال ايوه كده الرقص ده فن مش لعب عيال ايوه يا اختي لا 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 شوية ادب هذا برضو ما تكون في الرأس على واحدة وربع قصدي على واحدة ونص أنا آسف على واحدة ونص على واحدة وربع ارعشي ورعشينا أيوة لا 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 مش كده عن الكهرب كده ايه فايبريشن ولا ايه الرأس ده معلمة خليكي معلمة الرأس ده معلمة خليكي معلمة ارقصي وسلطانينا ارقصي عالطبلة وكمان عالدف انا عايز وسطك عالطبلة يلف ايوه يلف يلف انا عايز تعبان يلف عالطبلة ايوه ايوه حنش بيلف ايوه اهو دم التك 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 دم التك التك دم التك 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 دم التك دم التك دم دم التك التك دم بس كده انحرفت وبقت شعبية شعبية يلا يا فرجاني يلا في ايه مالك ومين اللي مخليانا لابسين اللي على الحبل عشانه ده قاعد بره في الصالون مع صباح مين ده عريس عريس ليك انتي وانتي موافقة لا يا اخويا انا معرفوش شورى شورتكو ورأي رأيكو أيوة انتوا عيلتي وأضرب مصلحتي يلا يا أخويا طب اخفي من قدامي دلوقتي وما تظهريش غير ما أقولك يلا اخلعي شرفت يا أخويا إن شاء الله دخلتك عينة تكون بالخير يا أهلا وسهلا يا باشا يا أهلا وسهلا 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 يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا اتفضل يا اهلا وسهلا نزار شاكر مندوب ادوات تجميل واضح بسم الله ما شاء الله وامرني في الحقيقه جاي اطلب ايد بنتكم يا اهلا وسهلا طيب حضرتك يعني تعرفها قبل كده شفتها يعني اما جاي على السمعه يا جاي على السمعه درجات احنا سمعتنا وحشه طيب حضرتك امكانياتك ايه يعني في ايه في مرحلة التكوين بكون نفس جنين يعني بكون نفس بتكون نفسك هو في اكبر من كده تكوين انا ما شفتش تكوين اكبر من كده ربنا يجمع ويوفق هيصا ودقوا المزاهر يلا بوحة يا عسل صباح الجمال يا ابن عم اهلا انا عندي مشوار شهرين وهاجي لكم السلام عليكم بكتيريا
سلم على عريس ليالي. نزل رجلك علي. سيكه. السلام عليكم. عليكم السلام. سيكه. ايه؟ اوصف لي شكله، نفسي اشوفه. تشوفي ايه يا صباح؟ انت في نعمه. تعالي يا ليالي. تعالي ما تكسفيش. بسم الله ما شاء الله. حطي الشربات وسلمي على عريسك، بس اوعي ياكل ايدك. معلش هي مرعوبه منك. ايه رايك؟ الصوره شرتك يا فرجاني. قول لكم ايه؟ تعالوا. تعالوا. ايه رايكم في الكائن العريس ده؟ انا شايفه انه زينه الناس. انت بتشوفي اساسا. ايه رايك؟ انتوا جايب لها عريس يفرحها ولا يخوفها؟ معاك حق. ايه رايك سيكا؟ انا شايف انه هيضيق علينا الشقه. هيخنقنا يعني. هيخنقنا. طب بص يا استاذ نزار، بعد اذنك احنا بس هنتكلم في المسائل العائليه، المهر والحاجات دي وخلافه يعني. امين. احنا بالصلاه على النبي عايزين 1 2 3 4 الواد هيصل. خمس فلل في الساحل الشمالي، وهنفتحهم على بعض عشان احنا عيله واحده زي ما انت شايف كده. لا انا عايز مقطوره للتوك توك بتاعي. مقطوره للتوك توك بتاع الراجل ده عشان بيسترزق منه. وانت عايز ايه؟ انا نفسي ابقى ظابط. انا عايز الواد ده يبقى ظابط. شرطه ولا جيش؟ شرطه. شرطه وتوقفولي في كمين بالليل. عايزه ايه يا صباح؟ عايز اعمل عمليه لعينيا وتنجح. وتنجح. شرط اساسي ان العمليه تنجح. قلت ايه في الكلام ده؟ ظابط. انت عايز مقطوعه؟ اه مقطوعه. على التوك توك. وانت عايز فيلا؟ خمس فيلا. وانت عايز تبقى ظابط؟ ايوه. وانت عايز تعملي الفتاحي؟ اه. يا سلام. ايه يا اخويا ده انتوا طلباتكم كلها مجابه. الله يكرمك. نزل رجلك وانت بتكلمني. يا عيل حاول ده انتوا تسكنوا في زريبه. يلا. لك بسبوسه بوسي. ها هوب 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 هوب. من النهارده بقيتي البريمه دندونيا بتاعه الفرقه، وتسلمتي شاره فرقه الذهبيه الشعبيه. اتفضلي. قشطه يا فرجاني. احبك يا ابيض. يمكن عشان قلبك من جايا وخدك ما شفتش اخوك. مش عارفة بقى ركز يا عم انجز وتعالى اواك. يا واد انت رسيني ده انا وديني يا شيخ ما بناك. كنت نيت
انت فرصتك جات لك على طبق من ذهب. خشي جرعيه يا ولية يا رشان. انت يعني جوزك طلعت على ودان الناس؟ ما تلمي نفسك كده يا بنت ذهبيه. مالها ذهبيه يا روح امك؟ دي ست الحاره يا عطيات يا بنت نفيسه الدلاله. عامله لي فرجينا جمالت الجمال ولا ايه يا حنون امك؟ يا زبايه بس يا سيكا. امسك يا سيكا. ايه يا وليه؟ ايه يا وليه اللي الشيطان ضحك عليكم فهمت انك ماره؟ ايوه يا اسا. ايوه يا اسا. اقعد وراها في الدل يا اسا. دي وحشه وحشه يا عيني. خشي عليها بحركه الخروف. خلينا نخلص. تعالي بقى يا رحمه. اديها اديها. خش يا معلم. اضرب يا الشارع كده وده البيت. ليالي بكتيريا كان عايز يظروفك قصيده كده. يظروفني في ظرف؟ لا يقولها لك يديها لك. يعني انت بتكتب شعر؟ يعني زي يوميات كده. زي ايه؟ يوميات. طب قول وسمعني. احبك. وانا مالي بحبك. بيكو اقلب على بعدها. ما هم تمانية بحبك يا عم. ما تقاطعنيش بقى. بحبك لحد ما يطول الكلام يا ابن اللعيبة. بحبك لحد ما يمل الكلام يا واطي يا موجي. بحبك والله. بس الحلفان في الشعر حرام. الله. انا عاوز عينك ما تغيبش عنها لحظه. مفهوم؟ يا كلمه انت قال ليه؟ دي هي خلاص بقت تحت ترسنا. طالما مضت على الورق والشيك
تقلقش. دكتورتي انا بحبك بس زي اخويا انت وهيسه وفرجاني وسيكا وصباح المتنيله نايمه جوه انتوا عيلتي وقفتوا جنبي بس يا جماعه في حاجه مهمه مش عايزين ننساها. ايه؟ اغنيه المسابقه. احنا عندنا سفر وعندنا اغنيه لازم نجهزها. من نجمه نكون جاهزين ان شاء الله. يا نجمه انت وهتنجحي ان شاء الله وهتبقي اكبر مطربه على مستوى الاعلى دي بل على مستوى مطربين الشرق الاوسط. فينك يا ماما ذهبيه تشوفي اليوم ده؟ يا جماعه احنا في مرحله صعبه. انا قعدت اسبوع بركز في الاغنيه دي. اللحن ده من اهم الالحانات في حياتنا لانه لحن مهم قوي. كل واحد فيكم بيلعب على آلة يركز فيها كويس قوي واللي قالته مش عاجباه يبدل مع اللي جنبه. يلا ايه اللي مغنوده وازاي تيجي من غير ما تقولي لي؟ انا قلت اعمل لك مفاجاه. احنا خلاص حضرنا الاغنيه يا رمزي. وايه اللي جاب الاشكال دي هنا؟ لا احترم نفسك يا جدع. انت لو سمحت يا فرجاني سيبونا لوحدنا شويه. اوعى تكون فاكر نفسك ستيفن سنجابي. اوعى. واذا كان على الضفاير عندنا ضفاير. ايه يلا وراي. ماشي يا معلم. مش عاجبك شكلنا يا اخي؟ بص شكلك في المرايه. هو في ايه يا رمزي؟ ومالك متعصب كده ليه؟ في عادي يا هانم بيقول ان انت مش هتغني غير اللي احنا بنقول عليه وبس. رمزي انت ازاي سيبه يتكلم معايا بالطريقه دي؟ ما انت جايب لنا اشكال الواطي تفضحنا في المسابقه. لا ما اسمحلكش بقى. الاشكال الواطيه دي دول اهلي واهل حتتي وفرقتي اللي مش هستغنى عنهم طول عمري. انت فاهم؟ لا يا حبيبتي هتسمعي كلامي غصب عني. رمزي انا مش مصدقه نفسي يا رمزي. انا ليالي بصلي. كنت ليالي لحد ما رجعت لقصك الواطي. بصي بقى يا حلوه نلعب على المكشوف. انا معايا ورق يوديكي في 60 داهيه. ورق ايه؟ الورق اللي انت مرضتيه وانت سرحانه في عيوني. ولا نسيت يا لولا؟ ياه ده انت طلعت ند لنداله. انا معايا عقد احتكار مدى حياتك ما تفتحيش بقك غير باذنك. وشيك على بيض احبسك بيه في ساعه زمن. مش ناقل احسن؟ اصرخ عاوز مني ايه؟ اسمع كلامي. الفرقه انت جايباها دي تلم هدومها وتمشي من هنا فورا. وانا محضر لك فرقه اجنبيه هتعزف وراكي. والاغاني الشعبيه دي بنيها في حريفكم. وغير القرف اللي انت لابساه ده. سيداتي انساتي سادتي، المسابقه الكبرى لجائزه المليون دولار ستنطلق الان. بقى احنا رجاله احنا والنعمه احنا عيال. احنا لازم نتصرف يا فرجاني. عايزين نعمل ايه يعني؟ ده ممكن يأذيها. يا ايه يا ايه يا فرجان انت عينتنا حاجات كتير قوي في حياه. اي نعم انا مش فاكر منها ولا حاجه بس عينتنا ياما نجوع نعمل ايه وياما جوعنا وياما نقع في شده نعمل ايه وياما وقعنا. لكن يا فرجاني عميك ما عينتنا استسيان وياما استسيمنا. جاي تسيبه مننا يدي وقتي حبيبي يا سيك. شو وقته يا شباب؟ شو وقته؟ خلاص بقى يا ابني انا خايف عليكم وعليها. ده عامل دول حصان يعني ممكن يرفصنا في اي وقت. يعني نسيبها تضيع مننا يا فرجاني؟ لا يمكن نسيبها تضيع. يلا بينا. لا يا بابا فيها لا خفيها. حصتي هتبقى 50%. مش قلت لك ده جاحد قوي يا كينج؟ يوه المسابقه بدات خلاص ماشي 50%. بس تسمع كلامي. طب افرض اتكشفنا يا حلو. ولا هتقدر تعمل حاجه. الشرط الجزائي هيدفع وقتي. على المتسابقه ليالي الاستعداد للصعود الى المسرح. الساعة كام دلوقتي؟ ياه اتأخرنا قوي. لا 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 ل
خدني يا مدير، دخلني المستشفى. عملية قلب مفتوح. ايه؟ مفتوح ولا مش مفتوح؟ ايه يا ويلي يا راجل؟ خدمك يا باشا، خدمك. ازاي؟ حاضر يا باشا، خدمك. ولا مش بجسمي يا رب. أمي ماتت بعديها بشهرين. قلت يا رب اخواتي التمانية ازاي وانا اصغرهم. قلت اشتغل بودي جارد. وبتكسب كويس. أقول اللي جاي على قد اللي رايح اسيك. انت ربك ورجالك. خد يا سيدي الورق بتاع ليالي اللي انتوا بتدوروا عليه. نحن في انتظار بداية فقرة المتسابقة ليالي، وبقى من الزمن المحدد لها 5 دقائق وإلا تعتبر منسحبة. على المتسابقة ليالي الصعود إلى المسرح. ليالي ليه انتوا فين تفرجاني؟ اتأخرتوا كده ليه؟ المسابقة قربت تبتدي. كنا بنقطع العصابة والشيك اهو والورق اهو. طب يلا يلا روح غيره بسرعة، مفيش وقت. اهو يلا الشيك اهو والورق اهو.
الصبي يا حبيبي.